يعني ولينا مشكلة، وصلت مع المدام، وصلت مع الطلاق. احنا اعضاء منخرطين بجمعية عمالة الدار البيضاء انفا، يعني انخرطنا في هذه الجمعية على اساس باش نتمكنوا حتى حنا باش ناخذوا الشقق بتكلفة منخفضة. كان اول جمع عام سنة 2014، يعني وصرح رئيس الجمعية بان الثمن غادي يكون هو 7200، وداخل فيه الشقة، داخل فيه الباركينغ والبوكس. من بعد يعني من بعد سنة يعني توصلنا برسالة من عند دونيت، يعني كيقول فيها بان الثمن 7200 متر مربع، ولكن ماشي المساحة الصافية كما ديك المرة الاولى. يعني وعندنا وثيقة، يعني شهادة من عند النوطير كتثبت بان الثمن 7200، يعني السومة اللي دار رئيس الجمعية في الرسالة ديالو، يعني داخل فيها البوكس والباركينج. يعني من بعد ما ادينا جميع الدفعات الماليه، يعني بالنسبه ليا يعني اديت تقريبا 88 مليون، يعني ناضنا بزاف باش نوصلوا حتى الثمن. حنا موظفين عاديين، يعني اضطرينا نتسلفوا من عند القريب والبعيد، ويعني اضطرت يعني الوالده الله يرحمها يعني باعت الارض ديالها كلها باش انا نتمكن من باش نشريت انا ابارتمان. المشكل هو ان تفاجئنا، يعني حتى دازت تقريبا 6 سنوات، يعني في 2020 كنتفاجئوا بزياده غير مبرره من عند المكتب، كيقولنا بانكم يعني كل واحد على حساب المساحه ديالو. بالنسبه لي انا قالوا غتزيد 16 مليون. يعني اضطرينا نمشيو عند يعني رئيس الجمعيه وكنتسائلوا، يعني قول لنا التبريرات ديال سميتها الزياده هذه، فسر لنا التبريرات من جات. يعني هو كيرفض وقال لنا سيروا فيما بغيتوا تمشيو. يعني اضطرينا باش نمشيو للقضاء لاجراء خبره باش نعرفوا واش هاد الزياده هذه اللي زادها واش مبرره. الا كانت مبرره حنا مستعدين نخلصوها، الا كانت ماشي مبرره يعني تحملوا المسؤوليه ديالو. يعني تعطاتنا الخبره يعني كانت عشوائيه. يعني اعتمد الخبير على تصريحات، كيقول حسب تصريحات رئيس الجمعية حنا عطينا باش يدير خبره وعدنا على اساس حسابات، كيقولنا على حسب تصريحات ديال رئيس الجمعيه وكيكتب المونطون. يعني والشركه هي كتقول المقاول، كيقول كيكتب حسب تصريحات ديال الشركه وكتب يعني. ولحد الان يعني الخبره التقنيه مازالت قائمه. اضطرينا يعني من بعد هذا يعني انتقاما اضطر يعني المكتب يعني وتسبونينا في التنقيل التعسفي. بحال انا مشيت انا في عماله مقاطعه الدار البيضاء انفا، يعني صيفطوني لجهه اخرى. السيد حتى هو معنا حتى هو مضرور، حتى هو يعني صيفطوه لجماعه انفا، يعني السيده معنا حتى هي صيفطوها لمجلس العماله. يعني بالضبط حنا خدامين مدان، بحال انا خدام انا 18 عام، يعني كنناظر وكنجري على ولادي. يعني بعد يعني تفاجئنا بان لا هضرتي على الحق ديالك، يعني الجزاء ديالك هو التنقيل التعسفي. من بعد تم التشطيب علينا حنا كاملين اللي طالبنا بالخبره، حنا 6 ناس، يعني اضطروا باش يشطبوا علينا وياخذوا لنا الشقق ديالنا وكيعطوهم الغرباء عن الجمعيه. وفي يعني التقارير ديال الخبره كيبينوا بان يعني ذوك الشقق ديالنا عطاهم مستفيدين من لائحه الانتظار، وهي حقيقه عطاهم غرباء. حنا شفنا واحد الموطن يعني سميات غرباء على الجمعيه ديال الانفا، جمعيه ديال العمالات انفا. اضطرينا باش نرجعوا الشقق ديالنا اللي ناضلنا عليها 7 سنوات وبعنا حوايجنا، يعني ما خلينا ما بعنا نهائيا. انا نديكم دابا الدار تشوفوا بان كل شيء يعني الثلاجه ما بقاش عندي انا، يعني ولينا مشكله. وصلت مع المدام، وصلت مع الطلاق. يعني وصلت مع الطلاق تقول لي اعطيني الفلوس اللي عطيتك.
اضطرينا باش نديرو يعني اضطرنا نديرو دعوة في الموضوع لإبطال هذا التشطيب هذا، ودرنا تقييدات احتياطية يعني باش نضمنوا الحقوق ديالنا. فإذا بالقضاء ما كينصفناش كيحيدنا التقييدات الاحتياطية ديالنا، ودرنا إيقاف التنفيذ باش ما يتنفش التشطيب. يعني حتى يعني 5 ملفات كانوا ماشي في الصالح ديالنا، كانوا ضدنا يعني، ودارت رفضت طلبات التشطيب، طلبات إيقاف التنفيذ. يعني حنا لحد الآن سميتو حنا مبلوكين، وكنطالبوا سيدنا نصره الله والله يجازي بخير يتدخل لينا باش يرجع لنا الشقق ديالنا، وحنا راه تحرمنا من كل شيء. والله يجازيكم بخير.